الباعث المشترك. هسه راح نبدي نربط الدائرة مالتنا ونكمل الشرح بيها. فأجي هنا عندي الأجهزة المستخدمة هو باور سبلاي 2، واحد في بي وواحد في سي. هذا هو، هذا الفي بي باور سبلاي دي سي، هذا مكتوب هنا دي سي باور سبلاي، دي سي باور سبلاي. وهذا هو الفي سي او في سي سي، ايضا دي سي، يكون دي سي باور سبلاي ثيناتن. اوكي، راح محتاجه اني مقاومه ار بي وار سي. الار بي هذه راح اخذها 1 كيلو، هاي الار بي 1 كيلو، اكتب على الدائره 1 كيلو اوم. والار سي اخذها 5 كيلو اوم، فهذه عندي 4.7 تعرفوها انتو، هذه هي 5 كيلو اوم. زين، هسه نبدي نربط الدائره. اول شيء مثل ما معلمتكم ابدي اربط من يم الباور سبلاي، من يم الباور سبلاي. اول شيء هذا عندي كليبس، اخلي الكليبس بوسط البورد واحسب 3 مكانات وانزل عندي الار بي. الار بي ايش قد قيمتها؟ 1 كيلو. هاي قعدت الار بي، وين وصلت؟ وصلت الى الترانزستور، يا منطقه هذا هو الترانزستور الاميتر. اي هسه اترك مجال، طبعا عندي اميتر اترك له مجال. انا حتى اجي اربط الترانزستور، طبعا الاميتر بالدائره، احنا كل دائره نريد نعرف خواص الكومبوننت، ناخذ العلاقه بين التيار والفولتيه. طبعا التيار اخذه اقرا من جهاز الاميتر اللي يربط على التوالي، هذا هو، هذا الاميتر اللي اربطه على التوالي. والتيار اللي يمر هنا اللي يكون بهالاتجاه، لانه من هنا جاي من هذا الباور سبلاي، هذا اسميه الاي بي. والفولتيه اخذها، الفولتيه المسلط على الترانزستور، هذا هو الترانزستور. الفولتيه اللي راح تسلط على الترانزستور راح تسلط من هذا الباور سبلاي، فراح تكون منا الى هنا، منا الى هنا. هاي الفولتيه راح استخدم لها فولت ميتر اللي يربط دائما على التوازي. باعوا الفولت ميتر شلون؟ ربطته على التوازي ويا الترانزستور، اللي هي هذه الفولتيه. تنقر الفولتيه بين نقطتين، بين البيز وبين النقطة الاميتر، لان هاي كلها نقطه واحده. اذا هذه نسميها الفي بي اي، في بي اي. زين، هسه اني اجي اكمل الدائره مالتي. تركت مكان للاميتر حتى ما اعبره واراويكم اياه، راح اربطه. هذا الاميتر عندي، هذا الافو اللي يقرا لي الاميتر والفولت ميتر والاوميتر. فاجي اخذ عندي هذا اللي اوديه صغير. اوكي، هو هذا، هذا هنا هذا الصغير كلش. لا لا، وهذا الواير الثاني، هذا الجهاز. تفضل عادس. الجهاز خليته على التوالي. بعدين اجي اربط الترانزستور. الترانزستور باعوا هنا عندي البيز، البيز، فراح اربطه. هذا هو البيز مال الترانزستور، هذا هو البيز، هذه التوصيله مالته، وهذا الكولكتر، وهذا الايميتر. فراح اخلي، باعوا هاي 3 فتحات، هذا البيز وهذا الكولكتر وهذا الايميتر. الايميتر قلت لكم هو مشترك، فلازم يبقى لي جوا. هذا باعوا السهم خارج لي برا، لانه ان بي ان، هذا خارج لي برا. وهذا راح اجي اخليه البيز. باعوا شلون اخليه عدل عدل يقعد، وبعدين ادوسه. قبل ما ادوسه اطلع له رجلين، اني قايلة لكم يم كل نقطة توصيل اطلع لها كليبس حتى اكمل الدائرة. فطلعت كليبس من الكولكتر وطلعت كليبس من الاميتر، وهذا الكليبس مالت البيز. هسه اني كملت الربط مالت الترانزستور. طبعا بهاي الجهة باعوا
نازل الإيميتر اللي هو هذا السهم الخارج نازل إلى الأيرث. هذا هو الأيرث قايلة لكم علي الخط الأبيض اللي جوا البورد، فأنزل لك لبسات لما أدوس على الخط الأبيض. أوكي هذا خلصناه، هذا الفرق. بقى عندي التوصيل الثاني. التوصيل الثاني هو شنو؟ الارسي. الارسي هذه اللي هي المقاومة مات الكولكتر. شو اسوي لها؟ اترك ثلاث فتحات، اخذ قيمتها 5 كيلو، هنا ما عندي، عندي 4.7 كيلو، 4.7 كيلو اوم، اخليها هي نفسها ال 5 كيلو، واكمل الكليبسات الى ان ادوس على الخط الابيض. هاي كملت الكليبسات الى ان صرت على الخط الابيض. بقى عندي ال VBE الفولتيه بين البيز والإيميتر اللي هي راح اوصلها للأيرث. هسه هذه راح اخليها هذا الاحمر هنا لفوق، باعوا باعوا وين مكانها هنا يم الأميتر. هذه هي اجيب هذا الاحمر يم الأميتر، والنقطة الثانية قلت لكم اوديها لجوة. وين لجوة؟ على باع شلون نازلة على خط الأيرث. هذا هو الخط الأبيض المشترك الجواني هذا. ها ربطناها هسه خلصنا الجهاز. ست هذا شيلي هذا هاي هذا الخط. طبعا هذا الخط الأبيض تقدرون بأي مكان تخلوه، هو كله لأن نقطة واحدة، تتذكروا هذا الحكي. هسه احنا خلصنا ربطنا هذا الأميتر وهذا الفولت ميتر، الار بي والار سي والترانزستور. بقى بس اربط الباور سبلاي اللي هو الفي بي بي والفي سي سي. هذا راح اخذه اسويه هو الفي بي بي، فاخذ باعه الموجب اللي هو الاحمر اخليه بصف المقاومة. هاي المقاومة هاي ربطته، هاي المقاومة هاي ربطته. زين هسه نجي على الثاني، الخط الثاني اللي هو السالب. السالب اللي يروح للأيرث للخط الأبيض الجوة، هذا المشترك، هذا الخط الأبيض المشترك، وأجي هنا أخليه على السالب مات الباور سبلاي. اوكي هسه نيجي نربط البي سي سي. البي سي سي هذا قلنا السالب وين يروح؟ للخط الجوه الابيض، والخط الابيض الجوه كله هو مشترك واحد. هذا هذا السالب وصلناه للأرض. بقى عندي الموجب، الموجب اللي هو هذا اللي فوق اللي ورا المقاومه، هاي المقاومه وراها، هاي الخط الابيض الفوق اوديه الى النقطه الموجبه من الباور سبلاي. الباور سبلاي اثنيناتهم انا مشكلتهم بالكهرباء، هسه اشغلهم. قبل ما اشغلهم اصفر اصفرها، يلا اشغلها خلاص شغلتها. هسه اجي اشغل الافو. هذا اول شيء ادي اميتر رابطته على التوالي. الاميتر اخليه على الملي، هذا 20 ملي يا ست، 20 ملي، هذا خليناه على 20 ملي. زين هو لو يثبت حتى يصير احسن. الفولت ميتر باعوا طبعا على المستمر، هذا الاميتر المستمر، هذا اميتر مستمر 20 ملي خليته. زين الفولت ميتر باعوا هم لازم اخليه على المستمر، لان انا الباور سبلاي مالتي اثنينات المستمر، هذا هو المستمر، هم اخليه على 20. باعوا خليته على 20. اوكي هسه نبدي بالدائره. قلت لكم حتى نعرف خواص الترانزستور لازم ناخذ العلاقه بين التيار والفولتيه. هسه اني بهاي الدائره صارت عندي، صار عندي دائرتين، دائره الدخول اللي هي متصلة للبيز، ودائرة الخروج اللي هي متصلة بالكولكتر. اثنينات الإيميتر بس هاي رايحة للكولكتر. زين آني الخروج
او الاوتبوت مال الترانزستور منين اخذه؟ الانبوت قلت لكم من البيز، لعد الاوتبوت منين؟ الاوتبوت اخذه من الكولكتر، يعني دائره، هذا هو الاوتبوت مال الدائره، هذه من هنا اني اطلع الاوتبوت. الاوتبوت اكتب لكم اياها يا الفي اوت، الفي اوت هذه مالت الدائره اخذها من الكولكتر، شفتوها؟ يعني اذا اريد اطلعها هنا اجيب كليبس، خذ لحظه، هذا الفي اوت قلت لكم عليه من الكولكتر، هذا هو الكولكتر، هاي طلعت الفي اوت هنا، هسه ما عندي شغل بيه خليه. هسه انا اريد اجي اعرف خواص الترانزستور، نوع ان بي ان، دائره الدخول. طبعا بدائره الدخول حتى اعرف الخواص لازم اخذ علاقه بين تيار وفولتيه. التيار اللي هنا عندي هو الاي بي، الاي بي والفي بي اي، والفي بي اي هنا راح اكتبها الفي بي اي. الفي بي اي اقراها بالفولت، والاي بي اقراها بالملي امبير، بالملي امبير. زين، اني عندي باور سبلاي 2 اللي هو الفي بي، ها الفي بي والفي سي، الفي بي والفي سي. زين شلون اثنيناتهم اغير بيهن؟ لا، الفي سي سي هذه راح اثبتها بدائره الدخول، تثبت الفي سي سي اللي هي الفي سي نفسها تثبت على 10 فولت، فراح اجي افرها اخليها تثبت على ال 10 فولت واعوفها. ليش؟ لان اني دا اشتغل بدائره الدخول، دائرة الخروج هسه ما عندي شغل بيها. اوكي؟ اعوفها، هسه هاي 10 فولت ثبتتها وعفتها. هذه 10 فولت عفتها. اجي على دائرة الدخول. دائرة الدخول شو اسوي؟ اغيرها، اغير، نغير، هاي طريقة العمل. نغير الـ VBB من الصفر إلى الواحد فولت، من الصفر الى الواحد فولت، نغيرها بوينت واحد بوينت واحد، نغير بيها بوينت واحد. زين، من اغير بالفي بي ما اباوع عليها، اباوع على الفولت ميتر هذا، يعني اني ايدي على الباور سبلاي الفي بي بي، اغير بي بس عيني على الفي بي اي. لما نصير بوينت واحد اقرا التيار ايش قد، اقرا التيار ايش قد. خلي اشرح لكم هسه على الترانزستور حتى تعرفون العمل شلون. الترانزستور هنا باوعوني، الترانزستور هذا نوع ان بي ان، ان بي ان يعني دايود للخارج، الدايودات للخارج، يعني هذا دايود باوعوني، هذا دايود وهذا اللاخ دايود بهالشكل، صح؟ وهذا البيز اللي هو هذا مشترك، هذا بيناتهم، يعني هذا هيجي هذا الدايود وهذا الدايود هيجي. فمن اجي على دائرة الدخول، دائرة الدخول هي هذه فقط، هذه من اجي عليها اشوف التيار، اذا شغلت هذا الفي بي التيار راح يمشي يمر بهذا الدايود فقط، فصارت هاي الدائرة دائرة الدخول بالترانزستور ان بي ان وكأنه دائرة خواص ثنائي بلوري الدايود بالاتجاه شنو؟ هذا باعه الموجب مالت المربوط إلى الموجب مال باور سبلاي، إذن بالاتجاه الأمامي، بالاتجاه الأمامي. هاي للتذكير الدايود، هذا هو الدايود، هذا الطرف الموجب وهذا السالب، إذا مربوط الموجب للموجب هذا امامي، ولكن اذا الاشارة عكس الاشارة نسميه عكسي، العكسي ما يمرر تيار، بالامامي يمرر تيار. زين، ايش وقت يمرر تيار؟ يمرر تيار لما تكون الفولتية المسلطة عليه توصل الى الفولتية مالت الوصلة، انتم تعرفوها،
الفرق الجهد بين الـ N والـ P اللي هي بالجرمانيوم 0.3 فولت وبالسيليكون 0.7. فخلنا نشوف هذا الترانزستور مصنع من شنو؟ سيليكونيا وجرمانيوم تعرفوها. فراح أزيد الفولتية مثل ما قلت لكم، أزيد الفولتية لما أقرأ هنا 0.1. عبرت آني طبعا هذه أقدر أقول 0.1، هذه 0.1، هي 0.12 الاثنين. أجي أباوع على التيار أشوف التيار ما عندي، التيار صفر، 0.1 دخلت التيار صفر. أجي أكتب هنا point، أول شيء في حالة الصفر طبعا صفر ما عندي. هسه أجي أكتب 0.1 صفر، أجي هنا أزيد أسويها 0.2، طبعا حساس كلش وأني إيدي تاخذ زايد. هاي 0.2، 0.2 أجي أباوع التيار هم أشوفه صفر. زين خليني نكمل شي حتى يثبت. إذا أكتب 0.2 صفر، أجي أكمل أسوي 0.3. طبعا مثل ما تعرفون مو إلا أمشي 0.1 0.1، راح أبرأ وأسوي 0.4. إيه عادي خدليها هسه هاي 0.3 وكذلك صفر. هنسوي 0.4، هاي 0.4 ونص ونص صفر. احنا عبرنا الجرمانيوم، هسه خنشوفه يشتغل عند السيليكون. هسه اكمل بالستة اسوي 0.5، هاي 0.5 صار عندي 0.01. خلينا نسوي 0.6، شوفوا شلون صار عندي عبر عندي تيار. اذا هذا الترانزستور هو سيليكون 0.17 ملي امبير. اكمل كل ما ازيد بقى هاي 0.63 قد صار عندي 0.4 كل زين 0.4. اخذ 0.7 صار عندي 1.4. اوكي كافي لحد الان، ها هي القراءات عندي كامله وبالملي. هسه اخذنا القراءات كامله بين التيار والفولتيه. طبعا حتى ارسم البياني هنا بهالشكل، ويا هو اللي اخلي على الاكس اكسس ايش قايله لكم اللي اغيره بايدي، يعني اخلي الفولتيه الفي بي اي
بالفولت، واللي اقرا اخليه على الواي اكسس اللي هو الاي بي بالملي امبير. راح اشوف انه شقد ما ازيد الفولتيه بالبدايه اعطي التيار عندي صفر، بعدين قراءه كلش قليله، وبعدين يصعد عند البوينت 6. وهذا هو الرسم العلاقه بين التيار والفولتيه لدائره الدايود بالاتجاه الامامي. وبهيجي خلصنا خواص دائره الدخول.